كتجي غزالة، كتجي كتحمق وزوينة وما فيهاش الدقيق غير بجوج البيضات، ديري واحد الكيكة غزالة روعة روعة في المذاق والشكل كذلك. بالنسبة للتزيين كيبقى اختياري انا، يا درت هنا يا جوج، درت هادي شكلتها بهالطريقة هادي، يعني زينتها بهالطريقة هادي، والتانية غادي نديرها معاكم ان شاء الله دابا بنفس المقادير، غير هو تزيين مختلف شوية وصافي. السلام عليكم متتبعين قناة ليلى الفاسية، مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم. كنتمنى الفيديو اليوم ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيك سهل وبسيط، والمقادير كذلك بسيطة ومتوفرة للجميع. اول حاجة غادي نقول لكم بالمقادير، بالكاس ديال العنبة، انا عندي هذا الكاس مع هذا الكاس كيرفضوا نفس القياس، الكاس ديال العنبة وكذلك غادي نعطيكم بالجرام. هنا عندي الزيت، عندي كاس ما عامرش نتاع الزيت، يعني بالمليليتر 120 مليليتر نتاع الزيت. بسم الله، نفس القياس غادي ندير ديال الحليب، 120 مليليتر ديال الحليب او لا كاس ما عامرش ديال الحليب. بالنسبة للسكر عندي كاس ما عامرش تقريبا 5 ديال المعالق كبار، بالضبط 5 ديال المعالق كبار ديال السكر. بالنسبه للبيض عندي هنا جوج بيضات، رشه ملح، فاني وحده من فئه 7 غرام او لا 8 غرام اللي بغيتو ديرو، بحال 7 بحال 8 غرام. غادي نطرب هاد المكونات مزيان ونرجع نتلاقى معكم ان شاء الله. من بعد ما كنطربوها مزيان كناخدو اي بسكويت توفر عندكم. بالنسبة للبسكوي غادي نعطيكم القياس، انا درت هاد البسكوي ديال هنريز، كاين فيه جوج الانواع، كاين واحد النوع الكاغيط نتاعو عندي غادي نوريه لكم، هو هذا اللي درت انا، هذا اللي استعملت انا، وكاين واحد اخر بنكهات الكوك ممكن انكم ديرو اللي بغيتو، او لا تقدروا ديروا البسكوي ديال المارية. غادي نعطيكم بالجرام، الا كانت هذا الكبير فكنديروا جوج بكيات، الا كان الصغير ديالو ديال درهم كنديروا 4 ديال البكيات. البكيه الكبيره فيها 15 قطعه، يعني هنايا استعملت جوج بكيات عطاوني 30 قطعه بالجرام، 170 غرام المجموع بين جوج نتاع البكيات، 170 غرام كل وحده فيها 85 غرام. صافي كندير هذا البسكوي هذا هنايا، كنخليه واحد شويه يرطب، دغيا هو كيرطب دغيا كيفزك. غادي ندير غير واحد الدوره صغيره، هانتوما غادي اسمحوا لي على الصوت. صافي غادي نخليه، سمحوا لي على الصوص غير باش نوريكم باش تفهموا مزيان. غادي نخليه هكا، انا بحال غير طلعت هذا الخليط فوق من البسكوي باش يرطب ودغيا يذوب. غادي نزيدو واحد معلقه كبيره ديال الكاكاو او لا صاشيه ديال الكاكاو، كاكاو بلا سكر لان استعملنا السكر، هو كان كيخصني نستعمله في الاول ولكن ماشي مشكل نسيتو، لان احنا غرضنا بكيك بدون دقيق، ممكن انكم ديروه في الاول يكون احسن، ولكن معليش الا نسيتوه ديروه في الاخير بحال اللي نسيتو انايا، كنت ما حطاهش قدامي داكشي علاش ما تفكرتوش. منين غادي نجي باش ندور باش نطرب كلشي باش ما يطيرش هاد الكاكاو الفوق، فغادي نحاول نهبطو لتحت هكا باش يفزق مع داك البسكوي ومع داك الخليط باش ما يبقى لياش في الجناب ديال الطراب الكهربائي، اولا ما يطلعش للفوق ويبقى صافي. البسكوي حتى هو راه صافي راه رطب كيف ما قلت لكم، راه دغيا دغيا كيرطب. دابا غادي نطرب كلشي. بالنسبه للخمارات ملي نكون كنطرب غادي نخوي الخمارات، عندنا هنا بالنسبه للخماره الحلوه جوج كل وحده فيها 8 غرام، يعني المجموع 16 غرام. غتسمحوا لي على الصوت.
مبغيش ندير الصوص باش ما نقلق لكمش الراحه وانتم كتفرجوا في الفيديو. غادي ندير الخمارات ديالي وغادي نرجع تاني نطرب. صافي البسكوي راه رطب، دابا غادي نطرب يتخلط كل شيء ونبقى معكم ان شاء الله. صافي هنا راه طرب كل شيء مزيان. بالنسبه للمول غادي نستعمل هذا المول، هذا عجبني غادي نستعمله. بسم الله دائما فاش نكونو كنخويو الخليط نتاع الكيك نهزو يدينا الفوق والمول كنضربوه شويه مع الارض غير باش كتهوى وما كيبقاوش داك الفقاعات في الوسط. صافي غادي ندخل هذا بالفران اللي غادي يكون مسخناه. بالنسبه للفران كيختلف من فران لفران، انا غادي نديرو غير في الفران ديال الغاز، غادي نديرها نشعل عليها من التحت حتى طيب طلع شويه طيب وعاد غادي نشعل عليها من الفوق. بالنسبه للصوص ديال الشوكولا اللي غادي ندير، عندي هنايا حليب بارد نصف لتر ديال الحليب، غادي نديرو معاه بودره الشوكولاته. هنا انا غندير الشوكولاته اللي بسكر يعني الكاكاو بالسكر، الا بغيتو ديرو اللي بلا سكر ممكن ديروه وديرو السكر، انا هنا غادي نستغنى على السكر حيت هذا كيكون حلو. غادي ندير جوج المعالق كبار، الا درتو الكاكاو المر فكنديرو السكر على حسب الذوق، جوج معالق ثلاثه د المعالق على حسب الذوق. كيف ما قلت لكم انا هنا درت جوج المعالق كبار ديال الكاكاو الحلو، غادي نشعل بوطه ونخليها قليله تنحركو بعدا. هنا غادي ندير كريم باتيسيير ثلاثه ديال المعالق كبار يكونوا عامرين نتاع الكريم باتيسيير، اللي بغى يعوضها بالنشا المايزينا ممكن انكم تعوضوها بالدقيق، الا درتو الدقيق تقدروا ديروا جوج المعالق كبار ونص. هنا غادي نحرك هاد المكونات على الحليب بارد باش ما كتكورش لينا داك الكريم باتيسيير مع الشوكولا. صافي وغادي نستمر بالتحريك على عافيه متوسطه. كنستمروا بالتحراك باش ما كتلصقش لينا حتى كتعقد لينا الكريمه ديالنا. ها هي عقدت، غادي نطفيو دابا البوطه نحركو مزيان. صافي غادي نضيف معها تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، مهم بزاف اننا نديرو الزبده في الاخير باش كتعطينا داك البريون في الكريمه ديال الشوكولا، وكذلك ما كتخليهاش دير داك القشره اللي كتكون من الفوق. هنا اللي بغى يزيد قطع الشوكولاته ممكن تزيدوهم، اللي بغى يستغنى عليهم ممكن، انا ما درتهاش واخا عندي الشوكولاته هنا ولكن ما استعملتوش، بغيت نجرب هكا بلا الشوكولات باش تكون المقادير فعلا بسيطه ما نكتروش في المقادير ونزيدو واحد الحاجه اللي تكون غير زياده، هذيك تبقى غير اضافه وصافي فقط اللي بغى يزيدها. اللي كيعجبني في هذه الكريمه هذه هو انها ما كتجيش حلوه بزاف وما كتجيش مسوسه، كتجي هي هذيك مع ديك الكاكاو الحلو، ما كنديرش السكر باش كتجيني هي هذيك من الحلاوه، ما كتقهمش وما كتكونش زهيمه. صافي هنا الزبده من بعد ما كتذوب غادي نخويه دابا في داك المول بحرا يعقد شويه ما نخليهش حتى يعقد. هنايا غادي ناخذ الكيك ديالنا من بعد ما طاب وغادي نصبو فيها هاد الكريمه هادي ديال الشوكولاته، كتجي غزاله هاد الكريمه هادي كتجي كتحمق. صافي وكندخلوها للثلاجه نخليوها تبرد واحد شويه ومن بعد كتقدموها. هنا باش الا ما بغيتوش اللون يكون بحال هكا فاتح، الا بغيتو اللون ديال الشوكولا
يعني يجي اللون تاع الشوكولاط كحل، فكتاخذوا يا اما دانيت كتزيدوه فوق منها، يا اما كتذوبوا الشوكولاط كحل وكديروه فوق منها، يعني ليكم الاختيار. انا حتى تبرد وغندير عليها واحد شويه، غناخذ علي ناخذ واحد دانون ديال الشوكولاط وغادي نسرح شويه من الفوق هكا تقريبا واحد جوج المعالق كبار، وغادي نقدمها بالصحه والراحه. بصراحه ما لقيتش عندي دانون ديال الشوكولاط، ولكن لقيت عندي غير واحد القطع ديال الشوكولاته سوداء ذوبتها، ما درت فيها لا زيت لا زبده لا حليب لا والو، ذوبتها وبقيت كنهز ودرت واحد شويه من الفوق بحال هكا باش كيتغير اللون ديال داك الكريمه من الفوق، كيعطينا اللون ديال الشوكولاته مزيان هكا، باش حتى الدراري كيتشهاوها وكيتعجبهم هكا في المنظر وكياكلوها. ممكن ديروا الشوكولاط بزايد باش كيهبط هكاك مع الجناب، ممكن تخليوه غير في الوسط، دائما التزيين كيبقى اختياري كيف ما بغيتو نتوما. انا خليتها سامبل هكا ما زينتهاش، وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ان شاء الله المره الجايه نديرها لكم بالكريمه ديال الكراميل او بصوص الكراميل ان شاء الله يا ربي. كنتمنى تجربوا الوصفه ديالي وتعجبكم، واكيد اكيد غادي تعجبكم لان المقادير فيها بسيطه. هذه الكيكه هذه ما فيهاش الدقيق، وكتوجد دغيا دغيا بسرعه، وحتى الناس اللي يعني ما كيبغيوش الدقيق الفرص الرطب او الفرينه، فصحيه هي غير بداك البسكوي زوينه. اي بسكوي اختاروا، يا اما هنريس فيه انواع، يا اما ماريا بسكوي ديال ماريا اللي بغيتو. الى عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك وكذلك البارتاج مع الاهل والاصدقاء اللي تعم الفائده، وكنتمنى ان شاء الله اللي ما مشتركش في القناه يشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. دمتم في رعايه الله وبسلامه.